الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. ربنا واصرف عنا برحمتك يا ربنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك. يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم أعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك الورك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.
زينا بزينة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن
فينا القرآن يا الله، شرف فينا نبيك الكريم يا الله. اللهم تقبل منا وقبلنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اعزنا ولا تذلنا، Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله.